37 عاماً مرت على وفاة الشاهي الإيراني محمد رضا بهلوي، ولأجله حضرت زوجته الشهبان فرح ديبة إلى القاهرة لإحياء ذكرى رحيله. إحياء هذه الذكرى بدأتها الإمبراطورة فرح ديبة بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي استضاف الشاه الإيراني بمصر بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت بحكمه عام 1979. ورافقتها خلال هذه الزيارة السيدة جيهان السادات، وسط حضور عدد كبير من الجالية الإيرانية بالقاهرة وبعض أفراد عائلة الشاه، قبل أن تتوجه الشهبان إلى مسجد الرفاعي حيث قبر زوجها الذي دفن فيه عام 1980. تقليد سنوي تحرص عليه الإمبراطورة السابقة لإيران، حيث تأتي كل عام على رأس وفد من عائلة بهلوي قادمين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لإحياء الذكرى السنوية لآخر شاه لإيران. هشام الرباط، هنا العاصمة.